بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، ويميت ويحيي، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنام محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الكرام. اللهم صل وسلم وزد وبارك وترحم وتحنن على محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، وعلى علي ومحمد وجعفر وموسى، وعلى علي ومحمد وعلي والحسن، وعلى الحجة ابن الحسن القائم المهدي، عجل الله تعالى فرجه وسهل مخرجه. هؤلاء هم أئمتي وسادتي وقادتي، بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرأ. صلوا على محمد وآل محمد. هذه زينب ومن قبل كانت بحما دارها تخط الرحال. نعم، هذه زينب التي لم ترد الزهراء عليها السلام أن تسميها تاركة الأمر لعلي، فلم يرد أن يسميها تاركة الأمر للنبي، لا يتقدمون على النبي، فالنبي أيضا لم يتقدم عن الله، فسماها الله زينب. هذه زينب التي بكى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند قدومها، لأنها ماذا؟ كما أنبأ أمها، هي أم المصائب، فزينب أم المصائب. هذه زينب التي كانت فخر المؤمنين وعقيلة الهاشميين، يعني كريمتهم، يعني سيدتهم، يعني المصونة المحفوظة فيهم. ألا هذه زينب ومن قبل كانت بحما دارها تحط الرحال. هذه التي بحما دارها كانت تحط الرحال، أصبحت تتناقلها الرحال أسيرة بين دار ودار. وأي دور هي؟ دور الذل والهوان. ولكن بقيت هذه زينب التي كانت ولا زالت قامة شامخة، ترفع راية الحق، تدعو إلى الحق، وتنشر الحق. هذه زينب التي اختار لها إماء أبيها أمير المؤمنين عليه السلام علي عبد الله بن جعفر، بمعنى أنه لم يقبل لها أي زوج حتى جاء هذا الكفء فزوجها إياه، ولكنها بقيت هي المسؤولة في دار أبيها أمير المؤمنين، وترعرعت ونمت وأنمت وربت، وإلى أن بدأت انتقلت من تربية أولادها إلى تربية محيطها ومجتمعها وإلى تربية الأجيال، كيف لا؟ وهي التي علمتنا معنى الرسالية، وكيف يمكن للإنسان أن يكون رساليا. صحيح أن عصمتها ليست عصمة واجبة ذاتية، ولكنها عصمت نفسها فاستحقت هذه العصمة. وبالتالي كل شخص ليس بمعصوم يمكن أن يقوم بدور رسالي بحسبه وبمستواه، وقد قامت. استخدمت سلام الله عليها كل الخصوصيات الإلهية التي عندها، وكان لها خصوصيات إلهية، فإنها عالمة غير معلمة، فهمة غير مفهمة، واستخدمت كل الخصوصيات التي نالتها من ناحية تربيتها ونشوئها، وهي عظيمة، خصوصيات عظيمة، لأنها كانت بين نبي وولي وولية وأولياء لله سبحانه وتعالى. استخدمتها كلها في سبيل رسالتها،
فكانت الإمرأة الرسالية الحقة، ونحن كذلك لسنا كزينب طبعا، وما ولا يمكن أن نقارن أنفسنا بزينب عليها السلام، ولكن نستطيع أن نحسن استخدام كل خصوصية نمتلكها، كل جدارة نتحلى بها، كل معلومة نعلمها، كل سلوك يمكننا أن نسلكه، كل قيم نتبناها، كل هذه الأشياء يمكننا أن نستخدمها بهدف رسالي فنحقق أهدافاً، والله يبارك بهذه الأهداف ويقويها ويمتنها، ونقوم بدورنا الإنساني الذي خلقنا الله هكذا، نكون قائمين بما خلقنا الله له. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، عبادتنا تكون هكذا برساليتنا، بحسن استخدام قدراتنا وطاقاتنا. هكذا نقتدي بزينب التي من الله سبحانه وتعالى بها علينا، والحمد والشكر له على هذه المنة. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالسيدة الحوراء زينب سلام الله عليها، ونتقدم بالعزاء إلى ساحة قدس سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان بهذه المناسبة الأليمة، سائلين المولى أن يوفقنا لاتخاذها نموذجا وقدوة والاقتداء على خطاها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أسأله تعالى أن يعفو عنا ويغفر لنا ويرحمنا ويتوب علينا، إنه نعم المولى ونعم النصير. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، تابعا لهم بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.